انت ست بيت شاطره قوي، بس ما تعرفيش ترتبي البيت. ما احبش ارتب. ما تحبيش ترتبي؟ مش معرفش ارتب، ما احبش ارتب. قال لك لو عايزه ترتبي ترتبي. ارتب يعني مش فوضويه؟ طبعا كل حاجه في مكانها. طبعا. ايه اللي مش في مكانه في بيتك؟ مش حاجة مش في مكانها، يعني هو أنا لما مثلا الحاجة بتبقى مترتبة لدرجة مترتبة وكده عشان أدور على حاجة لازم تلاقيني رحت إيه نكتة الدرن كده عشان ألاقي الحاجة يعني. اللي تحت فوق يعني كده. كده يعني. إنما شاطرة في المطبخ. منى بترتب ولا فوضوية؟ لا منى كويسة، منى كويسة. طب إيه الممنوع اللي كان في حياة منى؟ الممنوع؟ يعني أنت كأم إيه اللي فرضتيه عليها؟ لا انا ما فرضتش حاجه عليها، احنا منا يعني منا الحمد لله متربيه كويس، منا مربيه نفسها كويس. بس انت كأم اكيد في قيمه كنت حريصه عليها عشان تربيها لها. وممنوع الخروج عنها، انها ما تضطرش تكذب خالص. لان ما فيش مجال، لان احنا اصحاب يعني، فممكن نتكلم في اي حاجه. وممنوع تماما ان احنا نتكلم على حد. النميمه يعني، مع ان النميمه دي من ابرز السمات النسائيه، يحبوا الرغي كتير. يحبوا الرغي حاجه، وان الواحد يتكلم على حد حاجه، ده حاجه تانيه.